السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني في قناة مشاريع صغيرة. اليوم جايكم مقطع جديد ان شاء الله، راح نتكلم كيف نجيب جو زيد من طيور البادية او العواشق، نزوجهم كيف تربية الطريقة حتى ان شاء الله نضبط امورهم، ياخذوا بعضهم ويفرخوا ويبيضوا. هذا الامر ان شاء الله راح نتكلم عليه بهذا المقطع في قناة مشاريع صغيرة في سوريا. اتمنى منكم اشتراك القناة، حياكم الله. طبعا اخواني هاي جوزي جانش جوز ان شاء الله بنجيب نحنا ذكر وانثى، طبعا يكونون جاهزات لمرحلة التزاوج، نجيبون يعني جاهزات نحنا مشتريون. نجيب قفصين، طبعا نجيب قفصين، نجيب الذكر يكونوا جاهز صحته حلوة ونظيف اموره تمام ان شاء الله، ونحطهم بقفصين، كل من بقفص لحال ان شاء الله. نحطه مثل هذا القفص ان شاء الله، هذا قفص هون نحط منه القفص. نجيب الانثى، نجيب الانثى طبعا نحطها هون قفص لحالها، نحط لها بيت خشب نفس هذا البيت تقريبا، نفس هذا البيت هيك. نجيب قفص وبيت، نحط الانثى لحالها، نحط الذكر مقابلها، ما بنحط له بيت، بيت ما بنحط للذكر، بس الانثى ان شاء الله بنحط لها بيت. بنجهزهم مع بعضهم، نحطهم مقابل بعضهم لمدة 3 أيام تقريبا، ثلاث أيام أربعة أيام نحطهم مقابل بعضهم، يعني حتى يكونوا يعني يشوفوا بعضهم ياخذوا بعضهم يتعرفوا بعضهم. لأن إذا جبنا جوزين حطيناهم مع بعضهم فورا بتصير مشاكل، بتكاونوا بنطفوا ريش بعضهم، يعني بصير ما بياخذوا بعضهم، بصير أمور مشاكل كثير بين بعضهم. تمام. طبعا بعد 4 أيام، بعد ما يمضي 4 أيام بنجيب الذكر نحطه الأنثى. تمام، والأنثى نحطها على الذكر، ما راح نستفاد شيء. نجيب الذكر نحطه الأنثى، طبعا بفترة وجيزة يومين إن شاء الله بيتم التزاوج، بيتزاوجوا بعضهم إن شاء الله بصير أمورهم تمام الحمد لله رب العالمين، بياخذوا بعضهم. بعد فترة يعني ما بين الأسبوع أو 15 يوم على بين ما الطيرة تجهز، إحنا بنقول له عنقود البيض، على بين ما يكتمل حتى تضع أول بيضة بعد 15 يوم إن شاء الله من مرحلة التزاوج، بحط بياخذوا أول بيضة، بتبيض أول بيضة بإذن الله عز وجل. تمام إن شاء الله، بعد ما بتبيض أول بيضة، تمام أول بيضة كل يوم أي يوم لا تقريبا بتبيض الطيرة بيضة، كل يوم يوم أي يوم لا بتصير الطيرة بيضة. نحن هون بالمرحلة إيش بنساوي؟ نحط لهم غذاء حتى تتغذى الطيرة من الكل، نحط لها بيض مسلوق نص بيضة أو ربع بيضة ما بيأثر، أو منجيب في نوع تاني للجنية شوب وكذا منجيب محار، هذا كلس جدا ممتاز، محار بنحطه إن شاء الله عبارة مثل الحجر شكله، بنحطه إن شاء الله للطيور حتى تأكل منه، تأكل منه إن شاء الله عز وجل بصير أمورها تمام، مشان الكلس لأن البيض بجوز يخرب طلع ريحته كذا بيأذي الطيور. تمام، بصير تبيض أول بيضة يوم يوم لا إن شاء الله عز وجل، مثل هدول الجوز إن شاء الله. بصير ان هذول جبناهم جاهزين، ظبطنا امورهم جاهزين. هاي الذكر ان شاء الله حطيناهم لمدة 15 يوم تقريبا، بعد 15 يوم باضت لتاريخ اليوم تقريبا صار لها بيضة شيء ما يقارب الاربع بيضات، بيضة شيء اربع بيضات راح نشوف ان شاء الله. هاي البيض بيضة اربع بيضات ما شاء الله، صار من هذول البيضات تقريبا شيء 10 ايام بيضات. هاي البيض، هاي الأنثى طلعت من العش، هاي الأنثى هاي كما ما يعني مشاهدين، هاي الأنثى طبعا، هاي الذكر كيف والله أمورهم تمام ما شاء الله صحتهم كويسة، دغري بعد 15 يوم باضوا. لأن ليش طبعا ليش باضوا بهالسرعة وهاي كذا؟ لأن حطيناهم بأربعة أيام أول مرحلة جبنا جوز جاهزات. تمام يا اخواني، جبنا جوز جاهزات وامورهم تمام على البيض، ما جبناهم مخاليف او جبناهم شكل مفراخ وبيطولوا وكذا وحطيناهم دغري مع بعض، لا. المرحله الثانيه حطينا كل جوز بقفص، انت بقفص الذكر بقفص، هيك امور صارت بيشتغلوا اكثر. المرحله الثانيه مثل ما قلنا ايش عملنا؟ جبنا قفص جاهز وبيت خشب وحطيناهم مع بعضهم، وبعد فتره 4 أيام حطيناهم مع بعضهم، تم التزاوج بسرعه. ليش؟ لان امور الذكر جاهز وصحته كويسه والطيره جاهزه وصحتها ممتازه جدا. طبعا مرحلة البيض بس خلصنا المرحلة ان شاء الله عز وجل بتصير الامور ان شاء الله جاهزة وبيضوا،
بعد فترة وجيزة وفترة معينة إن شاء الله لما تتفق في البيت مثل ما ذكرنا بفيديو فيديو سابق، طبعا ما بين ال 15 و 18 تقريبا تفقيس البيض. بعد فترة إن شاء الله تفقس البيض عندنا تصير الطيور ما شاء الله أموره تمام. الفراخ هلا بنفرجيكم إن شاء الله. بعد ما جبنا مثل هدول هذا الجوز كمان جبناه طبقناه بعضه، كانت صحته ممتازة أموره تمام. طبعا هذا الذكر شايفين الذكر كيف بنميزه، منقاره أزرق غامق تمام، هذا كيف منقاره أزرق ما شاء الله. الإنتاج بيكون أبيض أو بني، هاي الذكر أيضا لونه أخضر كمان منقاره أزرق كثير، هاي الطيرة منقاره شايف لونها زرقاء إيش منقاره لونه بني، هذه الطيرة أنثى يعني منقاره شو لونه بني، الذكر لونه أزرق تبهين بالصورة كيف معنا. هاي الفراخ هوني فرخات بعد فترة صغيرة ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. اتمنى اخواني يكونكم استفدتوا ان شاء الله من هذا المقطع ان شاء الله تمام. كنت انتبهوا كتير يكون الجوز جاهزات تمام، جيل ذكر وانت تمام. اخواني الكريم حياكم الله. طبعا اخواني عندنا ملاحظة هون كمان حتى نذكركم فيها، يعني بدك تجيب زوجين من العواشق يعني جوز من العواشق او الباجي بده يكون حصرا نفس العمر تقريبا تمام، نفس العمر يعني مو الذكر عمره سنة او سنة ونص، نجيب الانثى عمرها 6 شهور او 7 شهور، هذا الحكي ما بيزبط تمام، ما بصير عرف شلون يعني بيطالعوا بس ما 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 بيمشي الحال. بدك تجيب حصرا نفس العمر تقريبا تمام، بدك تجيب الذكر والانثى يعني اذا بيناتهم شهر شهرين ما بيأثر هذا الامر تمام، مو تجيب الذكر عمره شهر عمره سنة وتجيب الانثى مثلا عمره 6 شهور، هذا الحكي ما صعب شوي. بيكون نفس العمر تمام، بيكون الشغل افضل واحسن تمام، بيشتغلوا اكثر بيكون امورهم جيده جدا تمام. وانا كان تنسوا هاي الملاحظه ان شاء الله، يعني هاي ان شاء الله مهمه جدا انه يكون نفس العمر. طبعا اخواني عندنا ملاحظه هون كمان حتى نذكركم فيها، يعني بدك تجيب زوجين من العواشق يعني جوز من العواشق او الباجي بده يكون حصرا نفس العمر تقريبا تمام، نفس العمر يعني مو الذكر عمره سنة او سنة ونص، نجيب الانثى عمرها 6 شهور او 7 شهور، هذا الحكي ما بيزبط تمام، ما بصير عرف شلون يعني بيطالعوا بس ما 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 بيمشي الحال. بدك تجيب حصرا نفس العمر تقريبا تمام، بدك تجيب الذكر والانثى يعني اذا بيناتهم شهر شهرين ما بيأثر هذا الامر تمام، مو تجيب الذكر عمره شهر عمره سنة وتجيب الانثى مثلا عمرها 6 شهور، هذا الحكي ما صعب شوي. بيكون نفس العمر تمام، بيكون الشغل افضل واحسن تمام، بيشتغلوا اكثر بيكون امورهم جيده جدا تمام. وانا كان تنسوا هاي الملاحظه ان شاء الله، يعني هاي ان شاء الله مهمه جدا انه يكون نفس العمر.